ما هي قصة الجملة الشهيرة سأخبر الله بكل شيء؟ مرحبا بكم أصدقائي، أولا صلوا على الحبيب. في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا لنبدأ. سأخبر الله بكل شيء أتت في سياق مقطع حواري على لسان الطفل الضرير محمد من الفيلم الإيراني الرائع لون الله، المخرج الجميل مجيد مجيدي، وذلك في عام 1999. لقد أثار اسم الفيلم وقتها زوبعة من الانتقادات من قبل المرجعيات الدينية، ولم يتم السماح بعرضه قبل تغيير اسمه إلى لون الفردوس. يقول الطفل محمد في المقطع القاهر بالفعل: ولأني ضرير الكل يهرب مني، لو لم أكن ضريرا وقتها لاستطعت الذهاب إلى مدرسة القرية مع باقي الأطفال، لكن وبسبب حالتي علي أن أذهب إلى مدرسة خاصة لمن هم مثلي بمكان بعيد جدا عن أهلي وقريتي. قال لي المعلم مرة أن الله يحب الضرير لأننا لا نرى، لكني سألته إن كان كذلك فلماذا خلقنا أضراء؟ هل خلقنا كذلك حتى لا نرى؟ أجابني أن الله لا تدركه الأبصار، إن الله في كل مكان، تستطيع أن تراه بإحساسك، تستطيع أن ترى قدرته عندما تلمس الأشياء بيديك. ومنذ ذلك الحين وأنا أتلمس الأشياء إلى أن يأتي يوم وتلمس يدي يده كي أخبره بكل شيء وبكل ما في قلبي من حزن وألم. فعلا ما أعظم الفرق وما أطول المسافة بين أخلاق البشر النظرية وأخلاقهم السلوكية والنفسية. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمل.